ما المتوقع أن يرجع به السيد السوداني بعد هذه الزيارة؟ يعني بناء على ما تفضلت به من معطيات وإيضاحات وتحليلات، تتوقع أن تضع إيران حدا لمسألة تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، خاصة يعني إلى العراق، وهذا ما شاهدناه كما تفضلت من خلال القصف على الإقليم والتهديد بالاجتياح البري، وهذا ما فصلته أيضا أنت دكتور إحسان في دراستك التي نشرتها اليوم. تحياتي سيدتي. يعني من وجهة نظري أن إيران نعم ماضية باتجاه يعني أخذ الضمانات، لكن ما سيندفع به السوداني هو الدفع بمقاربة، هكذا أتوقع بأنه سيعمل على إقناع الإيرانيين من أن المقاربة العراقية ممكن أن تدفع بحلول تطمئن الجانب الإيراني، وأيضا سينقل إلى طهران طبيعة الحوارات السريعة التي أجراها مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، وهي زيارتين يعني في وقت قصير جدا، وهذا قد يعطينا مؤشر من أن هناك إجراءات، نعم إجراءات أمنية، الوصول إلى الخط الصفري ما بين العراق وما بين إيران من لحرس الحدود الاتحادي، لكن أيضا قد تكون هناك بعض الإجراءات الأخرى، تنسيق عالي المستوى بين بغداد، ما بين الجيش العراقي وما بين البيشمركة، أيضا هناك مستويات من التنسيق، لكن قد يكون بعض الخيارات التي يطرحها السيد السوداني هو القيام بعمليات ترحيل لهذه الأحزاب إذا ما عادت واستخدمت السلاح مرة أخرى، هذا قد يكون يعني جزء من الخيارات التي طرحها هناك، وبالتالي هذا يعطي نوع من التريث. نعم هناك ملفات سيدتي أخرى مرتبطة بالمياه، أنتم أشرتوا إليها.